واحد البرلماني شتو دابا تيهضر على قضيه. قال لك اسيدي واحد السيد عنده كات كات بلا دال الحمله, قال لك حمله جزائريه والكات كات, واحد خونا داير كات كات وتيهضر على المازوت وهذا. زعما هو راه عنده كات كات راه ما مكسحش, يعني اللي ما مكسحش راسو يسكت ياك. خاصك تعرف الحاج بالما المغاربه راه تيتضامن, وماشي واحد حيت عنده ما غيدويش على واحد ما عندوش, باش نكونوا متفقين. والمؤثر راه مطلعين ولاد الشعب, ياك ما تيسحب كتي 3 مليون 7 مليون 5 مليون 800000 900000 راه متبعينو غير اغنياء المغرب. الا كان هذا المؤثر ما غيكون الصوت لهاد الناس هادو وما غيتضامنش مع هاد الناس هادو اللي هي فئه كبيره, لان الطبقه المتوسطه راه كليتوها, راه لا داعي انه يطلع, لا داعي انه يتتابع, لا داعي انه الا ما كانش غيتضامن مع هاد الناس اللي ما عندهمش واخا يكون عنده. وتمن المازوت راه خصو ينزل, تلقاو تديروا لنا لا الجزائر لا حمله لا هذا الهاشتاغ لا البروفايلات مزوره, هذيك كلها هضره خاويه كلوها. تمن المازوت خصو ينزل, تمن الليسانس خصو ينزل, البرميل نازل خصو ينزل, هادشي اللي كاين. بلا ما دابا نتوما باقي تيسحبكم هكا تتعاملوا مع المغاربه ديال الثمانينات, وهذا راه جيل جديد وجوجل وتيقلب وتيفهم, ولا ما تيفهمش يقل تيشوف الناس اللي كيفهموا. تجيو تدغموا نتوما باقي غادي ندوك استراتيجيات القدام ديالكم اكل عليهم قدام المشاريب. وكل التضامن مع هاد الحمله, وانا متضامن مع هاد الحمله. المازوت خاصو ينزل وديكاجا خلوش.